الفنان انس فخري، انا بترحب فيك اليوم عبر موقع الفان. خبرنا شو عم بتحضر هلا، شو في اعمال مقبله؟ هلا في عمل بلشته انا ب 2019، بس صار مجموعه من الاحداث الغير جيده لانه بين الثوره والانفجار والكورونا، اسمه حديث اصيل. ان شاء الله حاستانفوا هلا بالكازينو، كازينو لبنان بشهر 9 اذا الله راد. هلا عم اشتغل عليه، هو مجموعه من ال ما في احكي كثير، مشروع مهضوم. لاحظنا انك مربي دقنك اليوم، ليه؟ هيدي لها كثير اجوبه. متخانق مع الحلاق. مش حلوه الدقن يعني ولا مش؟ لا لا، بقيت لك اسم الله عليك، بس ما تعودنا عليك. ما بحب غير انا كل فتره. هلا مؤخرا شو عم يلفتك اعمال فنيه؟ صراحه صاير في كثافه بالانتاج، خصوصا بين الاندر جراوند اللي هن الناس اللي حدا بيلقط موبايل بيعمل شيء مهضوم، وبين الهاي بادجت، الاعمال الضخمه يعني، كان دراميا او فنيا او موسيقيا. في سعد مجرد دائما، حسين الجسمي مثلا، هو ناس ما فيك الا بدك تسمع شو عاملين لتتعلم تعرف شو عم بيصير. جماعه كاتينج ايدج من الاخر بجيبوا يعني فرضا. انبسطت السنه دراما السوريه عامله عوده، مش عمل مشترك، مش الكاتب من بلد والممثلين من بلد والمخرج من بلد، لا عمل سوري، وهذا شيء سبب لي سعاده بغض النظر كيف النقد صار. فبتابع انا شو تابعت برمضان؟ صراحه رمضان ما قدرت تابع، كنت انا عم بشتغل، كنت عم غني على الافطار بمحل، وكان ناجح الحمد لله. رمضان هالسنه معي كثير افطار ناجح جدا، بس بعد رمضان هلا عم تابع، فهلا عم بفرز بعد، فما في اقول لك شيء لانه بعدني عم بتفرج على الاعمال. بس بشكل عام التنافس قوي والمستوى عالي، وصار في وعي بالانتاج بالاخراج بالكتابه، صار في ستاندرد عالمي يعني عم بينعكس على الاعمال العربيه، كان مصريه او سوريه او خليجيه، هذا شيء كثير حلو. سمعنا يعني فنانين غنوا شارات مسلسلات برمضان، مثل مثلا اليسا غنت شارت مسلسل على امل، في الفنان محمد خيري كمان غنى شارت مسلسل نقطة انتهى، سمعتهم؟ ايه الله يوفقهم، حلو. الشارات للمغنيين، انا مش مغني، انا استاذ غني، بعلم الناس تغني، غني شارة مش شغلتي. هن بغنوا شارات الله يوفقهم، حلوين حلوين يعني، مش عم بحكم عليهم انه، وسمعتهم وجيدين، بس انا مش بهالمنطقه يعني، انا لاني نجم ولا بهمني اطلع على مسرح ولاقي 1000 واحد قدامي، ولا بهمني اعمل شاره، هذا مش برات الكاتيجوري تبعي. انا دائما عندي معهد، عندي رساله، عندي مدرسه، بغني باوقات فراغي. الفنان انس فخري، انا بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا كثير. شكرا شكرا جزيلا. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.